من بداية وجود الإنسان على الأرض، وفضوله دايما كان بيخليه يبص على السماء ويتساءل عن موقعه في الكون وإيه اللي موجود ورا النجوم دي. وسنين طويلة مرت على التاريخ العلمي للبشر، ودايما كان السؤال ده مستمر ومحدش لقي له إجابة مهما حاول. ونظريات كتير طلعت وحاولت تفسر إيه هو الكون الكبير الواسع ده، وتخمن إيه اللي موجود فيه وبعيد عننا لدرجة إننا مش شايفينه. وهل الكون الواسع العملاق ده ليه حدود ونهاية؟ طيب لو كان ليه حدود، إيه اللي موجود بعد الحدود دي؟ يعني إيه اللي موجود بعد حافة الكون؟ هو ده السؤال اللي حير كتير من علماء الفيزياء والفلك على مر التاريخ، والنهاردة احنا هنحاول نتكلم عنه ونتناقش فيه بشكل علمي ونعرف إجابة السؤال ده، وهشرح لك كمان إزاي الكون بيتوسع بسرعة أكبر من سرعة الضوء، على الرغم من أن نظرية النسبية الخاصة لأينشتاين بتثبت أن مفيش أي جسم في الكون يقدر يتخطى سرعة الضوء لأنه حدود السرعة القصوى في الكون. ولكن قبل ما ندخل في الموضوع، لو انت لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب او اشتراك في القناة، وتدوس على الجرس وتفعل كل الاشعارات علشان تشوف الفيديوهات الجديدة، ويريد تعمل شير ولايك للفيديو علشان ده يوصله لعدد اكبر من الناس وتستفيد منه ان شاء الله. اهلا وسهلا بيكم، انا عماد عصام، وده موضوع جديد من العلم بالملعقة. في بداية التاريخ العلمي للبشر، كانت الحضارات القديمة ما عندهمش أدنى فكرة عن ماهية الكون والفضاء، وما كانش عندهم تلسكوبات ولا معدات حديثة علشان يقدروا يفهموا اللي أنا وإنت فاهمينه وعارفينه دلوقتي. وعلشان كده زمان كانوا فاكرين إن الكون ده حاجة صغيرة أو محدودة، وإن الأرض هي مركز الكون ومحوره، والشمس هي اللي بتلف وبتدور حوالين الأرض. وفضلت الفكرة دي مستمرة لوقت طويل جدا، من أيام الحضارة الإغريقية وفلاسفة اليونان القدماء ولحد عصور النهضة. ولما جت عصور النهضة ظهروا علماء فلك تانيين وبدأوا يسألوا السؤال بطريقة تانية، هل احنا فعلا مركز الكون وكل حاجة بتتمحور حوالينا؟ يعني هل الفضاء والنجوم دي كلها مجرد منظر وملهاش أي مغزى تاني في الحياة؟ وهو ده السؤال اللي طرحه نيكولاس كوبرنيكوس على نفسه في بداية القرن الستاشر، لحد ما قدر يوصل لإجابة كانت مذهلة وصادمة بالنسبة لناس كتير في الوقت ده، لدرجة انه تم اتهامه بالهرطقة والكفر المجرد انه فكر فيها. والإجابة دي هي إن الأرض مش مركز الكون ولا حاجة، ومش الشمس هي اللي بتدور حوالين الأرض، ولكن العكس تماما هو اللي بيحصل، والأرض هي اللي بتلف وبتسبح في مدار ثابت حوالين الشمس ومعها كل الكواكب التانية الموجودة في مجموعتنا الشمسية. وقال إن الشمس هي اللي مركز الكون، والمجموعة الشمسية دي هي الكون كله. وقال كمان إن الفضاء ملوش نهاية ولا جدران أو حدود، وشبه ده ساعتها بإنك لو جيت ومسكت قوس وسهم وأطلقت السهم في قلب الفضاء، فاللي هيحصل انه هيفضل مسافر في الفضاء الى ما لا نهاية لحد ما يقابل اي جسم تاني ويخبط فيه، وساعتها برضو انت ممكن تروح وتاخد السهم ده وتطلقه مرة تانية لحد ما يخبط في حاجة تانية، وهكذا الى ما لا نهاية. ومن هنا قدر يستنتج ان الفضاء ملوش نهاية، ومحدش عارف قد ايه هو كان على حق الا بعد ما اتبهدل ومات بزمن طويل. وفضلت الفكرة دي مستمرة لزمن طويل جدا يقرب من القرون، ولما في منتصف القرن ال17 جه العالم العظيم السير إسحاق نيوتن وبدأ الرحلة المذهلة اللي سن بيها أساسيات فهمنا للجاذبية الأرضية، وبدأ معاها علم الفيزياء الكلاسيكية كله باكتشاف القوانين وديناميكا الحركة والجاذبية. وقال ساعتها حاجة مهمة جدا وسعت نظرتنا وفهمنا أكتر للكون، والحاجة دي هي إن مجموعتنا الشمسية مش الكون، وإن الشمس مش المركز، بل النظام الشمسي ده كله هو مش أكتر من نقطة في بحر كبير وواسع اسمه مجرة درب التبانة، والمجرة دي مليانة بمليارات النجوم اللي زي شمسنا بالظبط، وحواليها كواكب كتير جدا زي كوكبنا. وساعتها الرأي ده غير في مفاهيم ناس كتير كانوا متخيلين إننا خلاص وصلنا لفهم شامل لمعنى كلمة الكون ومدى حجمه واتساعه. ومحدش لسه برضو كان عنده فكرة ان الحقيقة الفعلية مذهلة اكتر من كده كمان. ولما جه القرن العشرين ظهر عالم جديد اسمه ادوين هابل، وقدر يرصد حاجة فهمتنا اخيرا المعنى الحقيقي لكلمة كون، والحاجة دي هي ان مجرتنا مش المجرة الوحيدة، بل في مجرات تانية كتير بعيدة عننا اكبر واكتر من قدرتنا على الحصر، والمجرات دي كلها بتبتعد عننا بسرعات كبيرة، والنور اللي بيوصل لنا منها بيخفت مع الوقت وتردده بيقل، وعلشان كده بيظهر لنا في التلسكوبات على انه محمر، ودي الظاهرة اللي بيطلق عليها اسم الريد شيفت او الانزياح للاحمر. بس المهم بقى في اللي قاله هو ان للمرة الاولى في تاريخ البشر الانسان بقى عارف انه مش محور الكون، وان الفضاء اوسع واضخم من اي شيء ممكن يتخيله او يتصوره، وانه ملوش نهاية حرفيا وممتد في كل الاتجاهات على مرمى البصر وعلى قد ما عينك وتلسكوباتك تقدر توريك. ولان الانسان دايما بيميل لانه يفسر المجهول بقوانينه ويفرض عليه القواعد اللي بيتعامل بيها
بيها في حياته اليومية، دايما المجتمع العلمي كان بيسأل طيب هي فين نهاية الكون وفين الحافة بتاعته، وازاي ممكن يكون الكون ممتد بالشكل ده في كل الاتجاهات لدرجة انه ملوش حافة ولا نهاية. ولما ظهرت نظرية البيج بانج أو الانفجار العظيم وعرفنا أن الكون بتاعنا بدأ من 13.8 مليار سنة، لما تمددت المساحة والزمن والأبعاد نفسها من نقطة صغيرة جدا اتوسعت في أقل من لحظة وحجمها تضاعف بشكل رهيب. وكانت الفكرة اللي دايما في خيال الناس هي أن مادام الكون ليه بداية فمنطقيا لازم يكون ليه نهاية وحدود، بس للأسف مع كل المشاهدات العملية والعلمية اللي بنشوفها والمعادلات الفيزيائية والنظريات اللي بنتوصل لها بتأكد أكتر الحقيقة اللي بتقول إن الكون واسع جدا وملوش نهاية واضحة ولا حدود. ومش بس كده، ده اكتشاف ظاهرة التمدد والتوسع المتسارع للكون وإن المجرات البعيدة عننا بتتسارع بمعدل أسرع من الضوء خلانا نعرف ان في حاجة اسمها الدارك انرجي او الطاقة المظلمة، وهي اللي بتتسبب في تسارع وتوسع الكون بالشكل ده. وبسبب الطاقة المظلمة دي حاجات كتير في قوانيننا الفيزيائية ما بقتش عارفة توصف ايه اللي بيحصل بالظبط في الاطراف البعيدة جدا للكون. بس الفكرة بقى والحقيقة المذهلة اللي علماء الفيزياء قدروا يوصلوا لها مع مرور الوقت وتطور مفهومهم عن شكل الكون كله هي ان الكون ملوش نهاية ولا حافة، والكون ممتد في جميع الاتجاهات بدون تفرقة وملوش اي حدود. والاستنتاج المنطقي ده وصلنا له لسببين بنشوفهم في شكل الفضاء الواسع حوالينا. السبب الاول هو ان المنطقة من الكون اللي احنا بنشوفها بعيوننا وبنقدر نرصدها بتلسكوباتنا شكلها يونيفورم او موحد، يعني شكلها مسطح على المستوى الكوني، وده معناه ان الكواكب والنجوم والمجرات في كل منطقة من مناطق الكون متوزعة بشكل موحد ومتساوي، يعني مفيش حتة مثلا فيها مجرات اكتر وحتة فيها مجرات اقل، لا كل حاجة متوزعة بالتساوي ومفيش اي حتة شكلها مختلف. وده بالتالي معناه منطقيا ان شكل الكون على ابعاده الكبيرة والضخمة هو مسطح ومنبسط، علشان ما ينفعش يكون كل حتة فيه توزيع المجرات والاجسام الضخمة فيها متساوي ويبقى شكل مختلف، وده لان الجاذبية نفسها بتمنع ده. يعني تخيل مثلا ان الكون ده هو مجرد بساط مفرود وطاير في الهواء، لو انت حطيت في نص البساط ده كور كتير وسبت الاطراف فاضية فشكل البساط هيكون منحني ومقعر، وممكن يوصل لمرحلة انه يلف حوالين نفسه على شكل كورة، وبالتالي تبقى بدايته هي نفسها نهايته. لكن لو انت وزعت الكور على كل حتة في البساط ده بالتساوي فهو هيفضل مفرود ومنبسط، وبالتالي هيبقى شكله مسطح وممتد. يعني نقدر نقول ان هندسة الزمكان ليست منحنية على المقياس الكوني، يعني الكون ما بيلفش حوالين نفسه ويكون شبه الكورة. وبما ان الكون بيتوسع باستمرار ومعدل التوسع بتاعه ده بيزيد بسبب الطاقة المظلمة بسرعة اكبر من سرعة الضوء، فده معناه ان الكون اللي شبهناه بالبساط ده ممتد الى ما لا نهاية. واحد هيقول لي طيب يا عمدة خلينا نفترض ان الكون ملوش حدود، على الاقل عايزين نتخيل حجم الكون المرئي اللي بنقدر نرصده ده قد ايه؟ الحقيقة ده سؤال جميل جدا، ولكن قبل ما اجاوبك وعلشان تفهم الرقم اللي هتسمعه خليني الاول اشرح لك ايه هو الاوبزرفابل يونيفرس او الكون المرئي. بص يا سيدي، زي ما قلت لك ان الكون كله في حركة مستمرة وانه بيتوسع باستمرار في جميع الاتجاهات وكل المجرات بتبتعد عن بعض باستمرار. الكون المرئي بقى هو عبارة عن الحدود القصوى للكون اللي بنقدر نرصدها بكل التقنيات الحديثة اللي عندنا، واللي بيحط الحدود دي هي سرعة الضوء، لان زي ما قلت ان بما ان الكون كله في حالة توسع فالمجرات القريبة لينا بتبتعد عننا بسرعة اقل من السرعة اللي بتبتعد بيها المجرات البعيدة عننا. يعني خدها قاعدة كده ان كل ما المجرة تكون ابعد مننا وبسبب توسع الكون كل ما السرعة اللي بتبتعد بيها عننا بتزيد. حلو، هي المجرات البعيدة جدا عننا بقى بتوصل لمسافة انها بتبتعد عننا بسرعة اكبر من سرعة الضوء. هتقولي لا استنى ثواني، مش اينشتاين اثبت في نظرية النسبية الخاصة ان مفيش اي جسم في الكون يقدر يتحرك بسرعة اكبر من سرعة الضوء، وان سرعة الضوء هي حد السرعة القصوى في الكون؟ ازاي بقى الكون بيتوسع بسرعة اكبر من سرعة الضوء؟ بص يا سيدي، زي ما قلت في اكتر من فيديو قبل كده ان العلماء بيقولوا ان الكلام ده بينطبق على سرعة كل الاجسام الموجودة في الكون فعلا، ولكنه لا ينطبق على سرعة توسع الكون نفسه، وخلينا اشرح لك ازاي. على الرغم من ان نظرية النسبية الخاصة فعلا بتمنع ان اي جسم يتحرك بسرعة اكبر من سرعة الضوء، ولكن الكلام ده بيكون صحيح فقط في حالة مقارنة سرعة جسمين قريبين من بعض، ساعتها لا يمكن اي جسم فيهم يقدر يتجاوز سرعة الضوء. ولكن النسبية بقى ما بتمنعش وجود جسمين بعاد جدا جدا عن بعض زي مثلا الارض والمجرات اللي بتبتعد عننا بمليارات السنين الضوئية انهم يبتعدوا عننا بسرعة اكبر من سرعة الضوء،
علشان كده توسع الكون بسرعة أكبر من سرعة الضوء لا ينتهك نظرية النسبية الخاصة على الإطلاق، والمجرات البعيدة جدا عن بعض فعلا بتبتعد عن بعض بسرعة أكبر من سرعة الضوء بالنسبة لبعضهم. يعني نقدر نقول إن كل مجرة بتتحرك بسرعة أقل من سرعة الضوء، ولكن المسافة بتزيد بينهم بسرعة أكبر من سرعة الضوء. علشان كده أي مجرة بعيدة عننا بدرجة تخليها تبتعد عننا بسرعة أكبر من سرعة الضوء بتخرج وتختفي تماما خارج الأوبزيرفابل يونيفيرس أو الكون المرئي، يعني بتختفي تماما ولا يمكن نقدر نرصد الضوء القادم منها أبدا، لأن في الوقت اللي الضوء اللي بيخرج منها في اتجاهنا بسرعة 300 ألف كيلومتر في الثانية بتكون المسافة بيننا وبين المجرة دي بعدت بأكتر من 300 ألف كيلومتر. علشان كده الضوء ده عمره ما هيوصل لنا أبدا، والمجرة دي بتخرج بره حدود الكون المرئي بالنسبة لنا، واللي بيمثل نقطة في بحر من الكون كله. تعال بقى أقولك إيه السبب التاني اللي بيدل على إن الكون ممتد إلى ما لا نهاية وملوش أي حدود أو حواف. ولكن علشان نفهم السبب ده خلينا في الأول نتفق على حاجة، وهي إن كل اللي إحنا بنقدر نشوفه في الفضاء بتاعنا ده كله هو مجرد المنطقة اللي إحنا نقدر نرصدها من الكون، اللي هو الكون المرئي اللي حكيت لك عنه، واللي زي ما اتفقنا إنه عبارة عن المنطقة من الكون اللي الضوء الخارج من الأجسام اللي فيها لحق يوصل لنا هنا على الأرض ويقطع كل المسافة دي، وأي منطقة من الكون بعد المنطقة دي هتبقى خارج مجال إدراكنا واستيعابنا. واللي احنا شايفينه في الكون المرئي ده هو شكل موحد زي ما اتفقنا، وفي قاعدة في علم الفيزياء والفلك بتقول ان احنا موقعنا في الفضاء مش مميز، ومفيش اي حاجة بتميز اي منطقة في الكون عن منطقة تانية، فبالتالي مدام الكون المرئي ده شكله موحد وتوزيع المجرات والمساحات فيه متساوي، يبقى اكيد كل مناطق الكون التانية اللي احنا مش بنقدر نشوفها او نرصدها برضو شكلها موحد ومتساوي، وده بالتالي معناه ان الكون مسطح ومنبسط وممتد وملوش نهاية ولا حافة. علشان مفيش أي وسيلة فيزيائية تسمح بإن الكون يكون موحد ومتساوي في كل مناطقه إلا إنه يكون حجمه لا نهائي، وده يمكن حاجة صعبة على العقل البشري شوية إنه يستوعبها، لأن عقولنا غير مجهزة للتعامل مع مصطلح اللانهائية ده، وبنعتبرها حاجة أكبر من قدرتنا على الاستيعاب. لكن الحقيقة إن الكون لا نهائي فعلا، وكل اللي احنا بنشوفه في الفضاء ده هو نفس الشكل اللي هنشوفه في أي حتة تانية من الكون. وزي ما قال كوبرينيكوس زمان، لو انت ركبت سفينة فضاء وقررت انك تسافر في الكون فانت مش هتواجه أي حوائط أو حدود طول ما انت ماشي، ولو قابلت كوكب ولا حاجة ممكن تعدي من جنبه وتكمل طريقك إلى ما لا نهاية. والفكرة كمان إن حدود الكون المرئي بالنسبة لنا بتزيد مع مرور الزمن، لأن في كل لحظة بتعدي بيوصل لنا ضوء أكتر وأكتر من مناطق أبعد في الكون كان لسه الضوء اللي جاي منها ملحقش يوصل لنا، وبالتالي فإحنا منظورنا للكون المرئي بيتوسع كل يوم. ونقدر نلخص الكلام اللي فات ده كله إن بناء على السببين اللي قلتهم فالعلماء متفقين إن الكون حجمه لا نهائي وملوش أي حدود أو حواف، وده بغض النظر عن هل هنقدر نستوعب ده ولا لأ، لأن مش شرط إن الحقيقة تكون شيء مقنع بالنسبة لنا، لأننا كبشر إدراكنا وتفكيرنا محدود جدا مقارنة بعظمة الكون وأسراره. أنا كده خلصت، ولو أنت مهتم بالعلوم بشكل عام وبالفيزياء والفلك بشكل خاص ما تنساش تشترك في القناة علشان تتابع المواضيع الجديدة، وتعمل لايك وشير لأصحابك المهتمين بالمواضيع دي، وأشوفكم قريب على خير في فيديو جديد ومفيد إن شاء الله.